اللي كان بده يعمله واللي عمله. دكتور حضرتك عم بتقول انه الرئيس بري يفرض مرشحه اللي هو سليمان فرنجيه بوقت انه دايما بيقول الرئيس بري انه نحن ما عم نفرض حدا، خلينا ننزل نتحاور يمكن نحن نقتنع منكم مش انتم تقتنعوا منا، وبالتالي انتم ما عم تاخذوا يعني افكار مسبقه عن الرئيس بري وتستخدمون للتصويب عليه بالسياسه؟ مين لأي ربح؟ يعني اليوم لما بدي صوب على هدف تربح شو؟ نحن هدفنا انه نوقف ضرب لبنان والتوازنات بلبنان. يعني بعد اذا بديك المارد الطائفي المسيحي ما وعي، ويل للبنان ولرسالة لبنان اذا الطائفية المسيحية وعيت، لانه بدهم يقولوا لهم شو قصدك انه وعيت؟ يعني بيتحول المشهد الى دمويه مسيحيه اسلاميه؟ بيتحول المشهد الى مشهد طائفي. اليوم مشهد منه طائفي، هن يعني اليوم وين دكتور ما عم بيكون المشهد طائفي؟ بمجرد ما نقول انه رئاسه الجمهوريه هو استحقاق مسيحي، هذا الدستور هيك بقول لك، بس رح اقول لك استحقاق وطني بقول. نعم هو استحقاق وطني، ما حدا عم بيقول استحقاق مسيحي، بس اذا بكره قصد الاطراف المسيحيه عم بتحول هذا الاستحقاق، والبطريركيه دائما تعتبر انه هذا شان مسيحي اولا. لا 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 ما لا مره ولا مره ولا مره، لانه الكل جربوا يطيفوها، واولهم الرئيس بري قال انه خلينا يتفقوا الرئيس، والسيد حسن نصر الله قال خلي المسيحيه يتفقوا على الرئاسه. اخي مين قال لك نحن بدنا نعمل اتفاق مسيحي؟ نحن بدنا اتفاق وطني. صاروا كل مرة يكبوها عند المسيحيين، والمسيحيين يقولوا خلافنا بالسياسة مش بغير محل. ولما ثاقبت الأمور دبرت الأمور أنه صار في تقاطع على جهاد أزعور، ثاقبت أنه أغلبية ساحقة من القوى المسيحية بهذا التقاطع، أنه تفضلوا اتفقوا بين المسيحيين مش على شعار مسيحي، على شعار وطني. شو رأيكم؟ لا ما بيمشي الحال، جهاد أزعور ما بيمشي الحال، غيروا قواعد اللعبة، بديروا دين تجارة مثل ما بدون. مش هيدا هو الموضوع. عم برجع بقول اذا المارد الطائفي اللي ما بدنا اياه واعي وقال انتو الى 10 سنين هيدي الرئاسة، 10 اشهر هيدي الرئاسة مصادرة، رئيس بري جامع عنده بشخصه الكريم صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الحكومة، الحكومة مسيطر على قراره بالكامل، بيجربوا ياخدوا بعض المواقف بس تسيطر على قراره بالكامل، القرار المالي والقرار السياسي وكله بالبلد عند الرئيس بري. طب إذا بكرة كيف بدك تقنع الناس؟ كيف بدك تقنع الناس أنه ما تروحي على الطائفية، خلوكم بالطرح الوطني؟ أقولهم بالطرح الوطني عم نمشي بالطرح الوطني، منن سئلنين، ولما بنمشي بالطرح الوطني بيحكونا بالطرح الطائفي، ولما نجاوب بالطرح الطائفي بيقولولنا لا القضية منا طائفية. رح نروح على محل بعد شوي إذا كفت الأمور هيك، رح نصفي البلد ما يعود يترمم. نحن عم نجي من قلهم عن كل شيء عم نطالب. عم تسأليني إذا عم نصوب على الرئيس بري إيه ولا لا، وإذا هو هدف خيلا شو بدك تصوب على الرئيس بري؟ شو عنا انتخابات بكرة ضد الرئيس بري؟ بدنا نصوت له لرئاسة الجمهورية لإله، ولا بدنا نجيب رئيس جمهورية لبنان؟ بشو بدنا نزلكوا للرئيس بري؟ بشعبيته؟ ما بيترشحوا الانتخابات بيجيبوا 99.99% من الأصوات. شو بدي ازلكوا للرئيس بري؟ ما هدفنا نحن زرك الرئيس بري، هدفنا انه نجي نقول بالنسبة للحوار انه هذا الموضوع منه ماشي مثل ما انتو فكركن، لانه اليوم انتو بتكون تقعدونا على الطاولة بتقولونا يا حوي سليمان فرنجية ما هيك اعلنوها، وهيك بأوقات بالحديث الجانبية عم يطرحوها في سليمان فرنجية، تعوا تنشوف تسوي كيف بتصير على سليمان، وإذا ما في سليمان فرنجية في فرنجية سليمان، أو سليمان بيك فرنجية، أو مسيو سليمان فرنجية، أو مستر سليمان فرنجية. بس هم لو قادرين يفرضوا كانوا فرضوا دكتور، ما هيدي المشكلة. المشكلة أنه حتى أنتوا عم بتواجهون بسلبية عدم القبول للجلوس على طاولة واحدة، وتحديدا لرفضكم لحزب الله. نحن عم نواجه أنه ما بدنا تحريف الدستور من بعد ما فعلوا فيه للدستور اللي ما بينفعل، من بعد ما ضربوه 1000 مرة بتشريع الضرورة، وضربوه بجلسات الحكومة المبتورة اللي بتاخد قرارات وبيصرفوا فلسوا البلد وخربوا الدنيا، كله هيدا من خارج الدستور. نحن عم نجي من قلهم فقط بدنا نجوح على جلسة انتخاب رئيس جمهورية،
ما بدنا نقعد نشتغل بحوارات، لأنه شو معنات الحوارات؟ يعني جاي قاعد أنت عم تعمل مقايضات. لو عم تجي بتقلي تعال نعمل حوار، نحن قبلنا بالأول دعوة الرئيس بري، بدي أذكر الناس كلها أول دعوة إجت من قبل الرئيس بري قبل بال 2022 بخريف 2022، قلنا له دغري فورا للرئيس بري نعم على شرط أنه تكون محددة بالمكان، محددة بالزمان، وبموضوع واحد، يعني بموضوع واحد هو انتخاب الرئيس. جلسة واحدة بنقعد منشوف كيف الإلية تروح نجيب رئيس، مش بنقعد مع بعضنا نتطابق مين بدنا نجيب رئيس ونروح عليها. وقتها وفقنا، إنما ما عادت تمت الأمور لأنه صار في اعتراضات معينة يعني.